الأهل والأحباب في كل مكان، متعكم الله بالصحة والعافية، بنحييكم من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وحلقة جديدة من الشروق مرت من هنا. الليلة حلقتنا في العاصمة الأردنية عمان، وجينا عمان يا أخواننا بدعوة كريمة من أخواننا في الجالية السودانية بعمان، وحلقات دي مفروض تكون للاستغلال، يعني من شهر 12 بيضربوا لينا، لكن البلد كانت فيها برد، والناس المتابعين الأخبار والطقس كان في جليد عديل، تعرف تقول مفروشة قطن. بقينا من شهر 12 نضرب، التلج حزة ما حزة، التلج حزة ما حزة، هسه في بداية 3 قال لنا حزة وجينا جارين، جينا نلتقي بأخواننا وأهلنا وأحبابنا في الجالية السودانية بعمان. الجالية السودانية قصص وحكاوي ولا محطاتنا في حلقتنا الليلة، ونتابع مع بعض. مرحبا بكم، بنحييكم من العاصمة الأردنية عمان. يا اخوانا دائما الوجبة بتسمى بها المطعم، يعني مطعم بيشتغل قراصة بيقولوا مطعم القراصة، مطعم الفراخ، مطعم السمك، لكن يا اخوانا وجبة بتسمى بها بيت دي غريبة علينا. يعني نحن جايين هنا محطة اسمها بيت القراصة، بيت القراصة دي شنو؟ وليه سموه بيت القراصة؟ القراصة معرسة مستغرة، يعني عاملة لها بيت انها شفع ولا الحاصل شنو؟ ده اللي حنتابع في محطتنا دي، نتابع مع بعض. طيب مرحبا بكم، بنحييكم ونحن في العاصمة الأردنية عمان، ونحن داخل بيت القراصة. زي ما قلت لكم في المقدمة هسه نحن جايين بيت القراصة. بيت القراصة ده شنو؟ يا ولد شفنا قدامكم ده عبارة عن مطعم ناس بتجي تاكل فيه القراصة، بياكلوها 200. طيب نتعرف عليك منو؟ النذير خلف الله محمد الهادي. النذير منو في السودان؟ أنا من أنجد الحلاوين جزيرة. أنجد الحلاوين؟ نعم. ما شاء الله، تمام التمام. نحن دايرين بالضبط التاريخ بالسنة، لأنه بالأيام بالشهور ممكن نروح الناس، لكن السنة اللي عمل فيها بيت القراصة سنة 2000. 2000؟ 2000 السنة بالضبط. 2000 السنة بالضبط. نعم 2000. تعرف عليك؟ محمد حسن نور الدين. محمد حسن نور الدين من وين؟ أنا من الشمالية. شمالية طمنطي. الغابة. الغابة. سنة كم يدعمل بيت القراصة؟ والله تقريبا 98. 98 ناخذ إجابة. أتمنىك تبين تعرف عليه. أحمد إبراهيم أحمد عبد المولى. أحمد يدعمل سنة كم الفين؟ 1994. 94 تعرف عليه. أحمد محمد علي مصطفى مجلة. مرحب بك. من وين في السودان؟ الجزيرة الربع اللعوت العوامرة. ما شاء الله تبارك الله، عنوان كامل أخوان. عنوان ما فيه نفس ذات. الجزيرة الربع بقوت اللعوت العوامرة. شن نعمل بعض عديل ده تقرأ قلي منا اللي هو لم يعني. إذا عمل سنة كم؟ 2003. 2003 إنت جيت هنا كم؟ أنا من 22/10/80. من سنة 80 هنا؟ نعم. ما شاء الله تبارك الله، بتمشي وبتجي أكيد. أيوه ما شاء أكيد. الله ما شاء الله تبارك الله، يبارك فيك. بتعرف علي؟ سعد علي محمد يوسف. سعد من الجزيرة ريف الحاج عبد الله. يا عبد الله إذا عمل سنة كم بتروح؟ 2000. 2000. طيب ناخذ إجابة، نتمنى لك التوفيق. نتعرف عليك. عاطف محجوب إبراهيم، الجزيرة مدينة عرب. مدينة عرب. إذا عمل سنة كم بتروح؟ 2001. 2001 ناخذ إجابة معانا الشباب، نتعرف عليك. حسام حماد إسماعيل عيسى آدم. إذا عمل سنة كم؟ 2000. 2000 ناخذ إجابة، نتعرف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. علي آدم إسماعيل، خرطوم بر الشريف. بيت القراصة عمل 2001. 2001. واصيب معاكم نتعرف عليه. الفاضل ادم عبد الله من جزيره ابا. جزيره ابا مرحبا بك. النيل الابيض. النيل الابيض. ليك كم مني؟ انا اقول لك السؤال ده تفطه ولا انا ما اعطيت تفطه على وقت ليه؟ ما يمكن جيت معانا سوا. لا لا مستحيل طبعا. ليك كم؟ انا تقريبا 33 سنه. شو النعمه دي؟ 33 ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله. والاولاد اتولدوا هنا و... نعم اتولدوا هنا وكبروا ودرسوا هنا. اذا عمل سنه كم بيت القرى؟ سنة 2004. واربعة. تعرف عليه؟ حسن بابيكر. عمل من وين في السودان؟ أنا من الطالبات. طالبات. طالبات. نعم. عمل سنة كم؟ 2001 أسست الملحقية العسكرية. نأخذ إجابة. تعرف عليه؟ عبد المحسن محمد. من وين في السودان؟ خرطوم بحري الحاج يوسف. حاج يوسف. طيب إذا عمل سنة كم بيت القراء؟ 2001. 2001 نأخذ إجابة. تعرف عليه؟ صلاح عبد الرحمن حسين. إذا عمل سنة كم بيت؟ 2003. 3 نتعرف عليه. ناجي محمد احمد.
العمل سنة كم؟ 2007. 2007. أتعرف عليك. محمد حامد محمد من الجزيرة أبا. جزيرة أبا مرحب بك. نعم حياك الله. الله يحييك. حصل لنا الشرف إنه شفناكم هون وشرفتونا والله. إذا عمل سنة كم بتقول؟ 2006. 2006. وستة. نأخذ إجابة. أتعرف عليك. عبد الله بكر صالح. من وين في السودان؟ من جنوب دارفور منطقة برام. برام. إذا عمل سنة كم بتقول؟ 2003. 2003. أتعرف عليك. عبد الله عبد الرحمن بملك. من وين؟ بربر جاد الله. بربر مرحب به. إذا عمل سنة كم بتم؟ 2000. 2000. طيب نأخذ إجابة. نتمنى لك التوفيق. طيب نحن سعيدين نكون في بيت القراصة يا إخوان. وقلنا بيت القراصة بيت بلم كل السودانيين، يعني مكان اجتماعي بيتلموا فيه يوم الجمعة، بيفطروا فيه قراصة بتقلية. ونحن دارين نعرف البيت ده عمل كيف، والعمل منه، وموارده بتجي من وين، وهل أسبوعي ثابت، والحاجة بتتقدم مجان ولا بيقروش. نحن نزال أهل الدار يعني زي ما بقولوا، هم يكلمونا عن الحاجة دي. أول شيء ساعتك عرفنا على نفسك. أنا محمد الطاهر صالح، محلي موظف محلي من الملحقية العسكرية. مرحبا بك. الله يسلمك. البيت فكرته شنو؟ البيت تأسس الملحق العسكري العميد إدريس، الملحق أول ملحق عسكري بالمملكة الأردنية. نعم. وكان بيقوم بالعمل ده قبل ما يتأسس البيت، يعني كان في غير في مكان تاني، يعني كان متدرب في البلد دي، كان بيعمل العمل ده، بيمشي للناس في المستشفيات وفي أماكن تجمعاتهم، بيدي لهم أكل، يعني من الخميس بيمشي بيجمعهم في كل مجموعة في مكان ويدي لهم فطور. كبرت الشغلة وبعدين يتأسس المكان ده، تأسس المكان ده سنة 2000، لكن البرنامج ده هو بدأ العميد إدريس موسى من العام من نهاية 97، من اواخر 97 ابتدى، لكن تاسس المكان ده كمكان للتجمع في العام 2000. كان بيعملوا على نفقته الخاصه في الاول، بعدين تولى الجيش التمويل بتاع الموضوع ده. جيش السودان. نعم. طيب ثابته كل جمعه؟ ثابته كل جمعه فطور، وكل مناسبه اي زول في الناس اللي هنا في الجاليه او في السفاره او في غيره بيكون عنده مناسبه سمايه او اي مناسبه اجتماعيه، اي كرامه، اي هنا بيتعمل في المكان ده. اضافه الى ذلك برنامج رمضان ثابت من العام من 98 لحد السنة آخر رمضان، إفطار يومي ثابت للمجموعة اللي. الأكل ده بيتقدم مجان؟ نعم بيتقدم مجان. مجان تلوخ قدر ما تلوخ؟ نعم قدر. طيب لو في زول قال داير سفر يديك قدر موجود وين موجود أدخل برضو مجان كله موجود السفر، يعني معناتها الرجال ماكلين والنسوان ضايقات في البيت. والله نحن يعني سعيدين، ونحن من هنا بنحيي العميد إدريس، و أي والله ربنا يديه الصحة والعافية ويجعله في ميزان حسنات. ايوه، وده اجر كبير، وده يدل على طبعا السودانيين اخوان، نحن اصلا كده الكرم فينا، لكن لما تتبنى فكره انت وتبقى الفكره لحد الان يعني موجوده وتلم العدد الهائل ده، اول شيء ده تلاقي اجتماعي، يعني بيلم الناس كلهم يفقدوا بعض كل يوم جمعه، يعرفوا العيام منو ما جا منو يفقدوا كده، وياكلوا اكله سودانيه ويتلموا مع بعض وفي المناسبات. وشوف يعني العساكر دي في الرقه، يعني الناس بيفتكروا العساكر دي ناس قويين وناس يعني بتاعين حروب وبتاعين كده. فقالوا من النكاح ذاته، قالوا واحدة خطبها ضابط، بعدين بيرقة كده وحنية، قامت قالت له قول لي كلمة تبدأ بالباء وتنتهي بالكاف، يا فاكرة بحبك يعني، قال لا بطاقتك. دي الكلام اللي بعرفه، برا بحبك برا انا ما عندي حب زول زول. بس يعني مداخلة بسيطة، هو احلى واجمل الشعر السوداني والغناء السوداني اللي اتكتب هو كتبوه العسكريين السودانيين. اي والله ما انا بقول انهم رغيغين، اني كان قدر ما تتقال فيهم. وبعدين في القراصه دي ذكرت لي موقف، فربطها بيقول جو ضيوف هذول كميه، فاجوا داهموا، قال لي المره النادي اللي مرقوا كسره قرقريبه انت تغرفي وانا اشيل مرق بس اسرعي. قام هذول رحب بالضيوف، قاعدك والحلم الان عاجين دويري، مشى وجل قال لك سوي في الصاج لا استمر، وين كسرت؟ قالت ما لقيت القرقريبه، ما لقيتها. قال لي يا اخي دي هسه دي مشكله، قرقريبه ما لقيتها يا اخي، انا قاعد مع الناس ساعه هاك هاك ما رجلي سكراتش، لا سكراتش. قال لا عوسي بيد عينه قوي ذات عوسي بيد. المرة بقت تعوز وناي مشى والناس ونجا راجع، الكسرة برقت، قالت لي السكراتش ذاته ما بعوس. قال لا مالو فيه رقم ناقص، ما بعوس مالو، ما زي القرقريبة يا اخ ما تمرقون. طيب يا اخوانا نحن في المحطة دي جينا بيت القراصة وضربنا القراصة بالتقلية، وسألنا بيت القراصة عملوا سنة كم، البيت ذاته هنا افتتحوا سنة كم، وطبعا الناس شابهت في الإجابة واختلفوا قليل. أول زول قال الإجابة الصح بيكسب معانا جائزة. للحقيقة يا إخواننا أول زول قال الإجابة الصح هو كان الأمين العام للجالية،
وطبعا لانه جالي هي متبنيه البرنامج وجايبه البرنامج جاي هنا، هو قال ما دام بتدوا الزول الاول اللي جاب الصح انا متنازل ادوا الزول اللي بعده قال اللي جاب الصح، والزول اللي بعده هو ده. لا ده انت منو؟ سعد علي محمد يوسف. سعد، سعد يا اخوانا فاز معانا بجائزه مقدمه من اخوانا في الجاليه السودانيه في حلقتنا الليله من العاصمه الاردنيه عمان، نصفق له صفقه حاره. والله اخوانا الصفقه ذاتها ريحتها قراص وقراص. صفقه بيتقاليه، نمشي العربيه نشوف الجائزه. مرحبا بك، مبروك عليك. نبارك لاخونا سعد الفايز معانا في المحطه، سالنا عن بيت القراص يا اخوانا، قلنا اتعمل سنه كم؟ قالوا عملوه سنه 2000، بيجمع كل السودانيين كل يوم جمعه قراصه بالتقاليه بتتقدم مجان لاكبر عدد من السودانيين، ودي بقى السنة موجودة هنا في عمان. وسعد مبارك لك، الجائزة مقدمة من الجالية السودانية عبارة عن كيلو دقيق قراصة. هو طبعا اي والله لانك انت في الغربة دي ينفع معك. يا الله شكرا لك كثير، بارك الله فيك. الله يديك العافية، الخميرة منك انت، نحن بنديك الدقيق. ابشر ابشر ابشر. الله يديك العافية، الله يسلمك. نفتح العربية نشوف الجاي. مبروك عليك، بكره صباح الخير. مرحبا بكم، تواصل محطاتنا معاكم في حلقتنا الليله من العاصمه الاردنيه عمان، نحن جوار نادي الجاليه السودانيه، محطه جديده وسؤال جديد نتابع مع بعض. طيب مرحبا بكم، تواصل محطاتنا معاكم ونحن داخل نادي الجاليه السودانيه بعمان مع نساء الجاليه، النساء السودانيات. نحن في طرحاب وفي حفاوه، سعيدين في المحطه دي نلاقيهم ونتونس معاهم ونعرف عاملاه شنو في الغربه دي. عرف عليك منو؟ عفاف مهدي علي المنوفل. مرحبا بك. في السودان من وين؟ من قرية شيكان، مو شيكان الأبيض. نعم. شيكان في النيل الأبيض. نحن بنزعل سؤال، السفارة السودانية بعمان افتتحها سنة كم؟ ودائما يا إخواننا في التواريخ الناس بتلقى صعوبة، لكن بنرجع بخيارات لو ما في زول مداك. لا والله أنا ما متأكدة، لكن قبل ما تفوتني الفرصة أنا داير أحييك أنت يا محمد موسى، ودار أحيي قناة الشروق الغناء السفيرة للغنوات السودانية. متواصلين معاكم نتعرف عليه؟ جهاد أحمد علي. منو؟ جهاد أحمد علي. مرحبا بك. تدرسين؟ بدرسين. تدرس شنو؟ علمي نفس. علمي نفس ما شاء الله. السودان من وين؟ من الخرطوم. خرطوم. طيب افتتاح السفارة كان سنة كم؟ 1974 بالعراق. 74 70 لا في عمان. هنا كم؟ في عمان؟ هاي. ما متأكدة. ما متأكدة، نتعرف عليك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بلقيس حمدان من السودان ومقيم في الأردن لثلاثة سنة. ثلاثة سنة؟ أيوة. ما شاء الله، يعني أنت جديدة باعتبارك. جديدة. لسه في باقي ويكا وفي باقي قنقليز وعرديب وحي. كله أي الحمد لله. ما شاء الله. دار كسر العمل لي. الله يديك العافية وإن شاء الله موفقين. الافتتاح كان سنة كم السفارة؟ في العراق 74 وفي الأردن 76. 76. طيب ناخذ إجابة. نتعرف عليه. هاجر محمد البدوي. هاجر مرحبا بك. في السودان من وين؟ من الحصحيصة. حصحيصة. ما شاء الله. الجزيرة. الجزيرة. ليك كم من؟ ستة سنة. ستة سنوات. سفارة افتتحها سنة كم؟ 97. سبعة؟ 1997. 97. طيب نأخذ إجابة، نتمنى لك التوفيق. تعرف عليك؟ عرف عبد المنعم عوض من عطبرة. عطبرة بلد الحديد والنار. أهلا وسهلا. ما شاء الله تبارك الله. هنا ما لقيت لك سكة حديد كده؟ ما عنده سكة حديد؟ عنده بالخط الحجازي كان بيشتغل تقريبا. هسه حاليا حيعملوا فكرتين يقولوا الركاب من المطار لداخل عمان بالقطر. يعني في قطر هنا؟ في بس للركاب. لا ما لي ركاب. لا ليتي كله خميس مش هقفي في السكه عايز اذكر عبر. طيب اللي السفاره بتتحسن كم؟ تقريبا 1977. العرب عليه. اهلا وسهلا محمد موسى. انصاف الطيف فضل السيد. انصاف مرحبا. الخرطوم القوز مربع 6. القوز مرحبا بناس القوز. السفارة افتتحت كم؟ 1997. سبعة؟ 90 على ما أعتقد. 90 على ما أعتقد. تعرف عليه؟ نجاة عبد الباقي من السودان الجزيرة مشيري. سنة 97. 1997. 97 نأخذ إجابة. تعرف عليه؟ روضة شريف من بنات كسلة. ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك فيك. طولت هنا؟ والله عندي سنتين. ما شاء الله قريب يعني. اي قريب انا جيت. ما شاء الله. لسه باقي المانجا معاكم حق كسل وحاجه والموز. السفاره هنا افتتحت سنه كم في عمان؟
والله أنا فكرتي بسيطة، ما عندك خيارات؟ إذا ما لقيني إجابة نديك خيارات. أي. ما عارفة. ما عندي فكرة. طيب نأخذ إجابة نتعرف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. حواء بكر آدم محمد، ولاية النيل الأزرق، قرية السريو، ريف شمال الدمازين. مرحب بك ومرحب بأنا في النيل الأزرق. طولت هنا؟ والله لنا سنة. سنة. على السفارة هنا افتتحها سنة كم؟ 1977. 77. تعرف عليه؟ سلام في الحاج الشفيع، الخرطوم، والد الديوم الشرقية. يوم الخرطوم؟ أي. حبيك ليك كم هنا؟ سنة واحدة بس. ما شاء الله، لسه يعني جديدة. هاي جديدة. هنا في نسوان طولاً يعني بيع؟ والله في طولوا كثير يعني في. طيب عندك حاجة بتجمعك مع بعض؟ والله في عندنا الختمة بتاعت القرآن بنعملها هنا في دار الجالية، وبنمشي المناسبات يعني بنزور بعض، في يعني المناسبات. متواصلين مع بعض؟ أي الحمد لله. طيب السفارة بتتحسن؟ والله تقريباً على حسب المبنى الحالي 1989. 89. 80. تواصلين معاكم نتعرف عليه؟ اهلا بك، معك ريم عبد العظيم من الخرطوم. خرطوم وين؟ خرطوم الجبره. جبره. طيب سؤالنا، السفاره السودانيه في عمان افتتحت سنه كم؟ 1976. 76. متواصلين معاكم نتعرف عليه؟ اسمهان غريب الله محمد علي من الحصحيصه من ابو جويلي. مرحب بك، طولتيني؟ لي 5 سنوات تقريبا يعني. 5 سنوات. السفارة افتتحوا مبنى هنا افتتحوا سنة كم؟ ما هو جواب الناس اللي هنا يعني. والله هم هذه الإجابات كلها مختلفة، أنت قولي إجابتك كم؟ 1997. 97. تواصلين معكم نتعرف عليه؟ آمنة الشريف إبراهيم من القضارف. قضارف. نعم. الله يخليك. آمنة عندك منصب أنت في الجالية. نعم. آمين شؤون المرأة. ما عملت جمعية دعم واحدة منا كان يحصل لها حاجة؟ في واحدة مزولة ممكن تلم الحاجة دي تو. والله بيناتهم يعني في يعني تواصل بيناتهم، وكل مجموعة يعني كل حي فيه مثلا زي 3 أو 10 بيكونوا يعني مجموعين مع بعض وبعرفوا بعض وبيعملوا جمعية مع بعض يعني. عارف عدد النساء كم هنا؟ النساء والله تقريبا أكثر من يعني 1000 كده. 1000. كل المملكة كلها يعني مش عمان بس، كل المملكة. 1000 ما شاء الله. طيب المبنى افتتاح السفارة السودانية بعمان كان سنة كم؟ 1997. 97. 90. 90. طيب ناخذ اياه ونتعرف عليه. عليكم السلام ورحمه، اسمي وفاء محمد من الجزيره. الجزيره مرحبا بك. وين في الجزيره؟ في المدينه عرب. مدينه عرب. المبنى بتاع السفاره السودانيه في تحسنت كم؟ 1996. 96. ناخذ اجابه واصيل معاكم نتعرف عليه. اسراء ابراهيم التجاني من الجزيره ام سنوت. وين؟ ام سنوت. ام سنوت مرحبا بك. طولت هنا؟ والله 5 سنين لكن بنمشي وبنجي يعني. 5 سنين يعني لسه لسان ما نعوز. لا لا ولا حد عاوز يعني، لهجتهم نخليها، هم يتعلموا كلامنا لكن احنا ما حنتعلم كلام. والله أست كمان انا ملاحظ حاجه، ما زي الرجال، النسوان مهما كان قديمات كلام واضح يعني، لانه قبل واحد قال لي مو هيك، قلت له هوي مو هيك ولا مو هيك تكلم عادي. انا عندي جارتي هي بقت تتكلم سوداني يعني، تقول لي انت بتتكلم زينا، اقول لها انت تتعلمي كلامنا ليه، احنا نتعلم ثقافتكم يعني. طيب أنا إحنا سؤالنا، السفارة افتتحت سنة كم؟ والله تقريبا 1996. تواصل معكم نتعرف عليه؟ ثنا آدم إسماعيل الدود. من وين في السودان؟ من الفاشر. فاشر، فاشر أبو زكريا. يديك العافية الدابة. ما في كلام. أيوة. طولت هنا؟ زمان. كم؟ 8 سنين. 8 سنين ما شاء الله. طيب افتتاح السفارة السودانية بعمان كان سنة كم؟ والله انا ما بعرف تقريبا، ما عندي مقدرة كده يعني. هي افتتحت سنة 78 وباشرت عملها سنة 96. 96. طيب ناخذ اجابة نتعرف عليه. سارة عبد الله اجيفي مرسال. سارة مرحبا بك، من وين في السودان؟ انا من جبال النوبة. جبال النوبة يا طمنطي. منطقة صلارة. طيب انا احنا بنزل السفارة السودانية في عمان افتتحها سنة كم؟ 98، اللي هي في مبنى جديد، بس في مبناها القديم سنة 78. 78. ناخذ إجابة، نتمنى لك التوفيق. طيب مرحبا بكم، نحن سعيدين نتواصل معكم، ونحن سعيدين جدا بنساء الجالية السودانية. وحقيقة يا إخواننا والله الحقيقة تقال يعني، الزمن بيناتي متفاوت، في كم 30، في 10، في سنتين، في سنة،
وكلهم محافظين على لهجتهم، محافظين على مسارهم، محافظين على شكلهم السوداني الاصيل، ودي المحارية فيه. نحن والله سعيدين بين كثير، ويتمنينا كان نقوله ونقوله، لكن نسنا المواضيع دي الدلاليك والهنايدي نسنا يسا مع الزلط ومع الشدر والمحمر والمقامبر، نحن سعيدين بين. ونجي طبعا الناس بالتهمين الراجل السوداني قالوا ما رومانسي، يعني قالوا بيفتكروا انه الرجال السوداني بيفتكروا الرومانسية يجيب له 3 كيلو موز ويملى التلاجة يجيب له لحم ويملى الغاز ويملى الكهرباء، قالوا دي الرومانسية بيفتكرها كده. لكن الكلام السمح ده بيقولوا ما عندهم. فقالوا واحدة جات لي راجلة قامت قالت له يعني برومانسية كده دايرة تطلع منه الكلام السمح، قالت له بالله أكتر حاجة بتحبها في الدنيا شنو؟ وهي يعني مغروة عيون عشان يقول لها انت دي. قال لها والله الفول، الفول ده الله الفول ده بريد الريدة. قالت لي لا يعني انت ما فهمتني، انا قصدي لك في الكائنات الحية. قال لها ما السمك يا الله السمك ده سمح سماه. قالت لي قصدي لك يعني طبعا اتغاظت منه في النساء، النساء والله في النساء دي خالتي بخيطة الله يرحمها. قالت لي شاحط ربنا يلحقك لا بركة لا دايرة تمرق منه كلمة سمحة شنو خالتي بخيطة والفول والسمك. فمرات مرقت الحاجات منه صعبة. انت كنتي انت منو؟ أنا بلغيس حمدان. بلغيس، قلت سنة كم؟ 76. 76 إجابة إجابة صحيحة، صفقة حارة لبلغيس يا أخوان. مبروك على بلغيس والجائزة. لا لا والله دي زغرة عمان حق السودان ما قاعدة، حلقومة واسعة دي. أبشري بالخير. طيب نحن سعيدين نتواصل مع نساء الجالية السودانية بعمان، وسعيدين بأخوتنا بلغيس الفازت معنا في سؤالنا عن افتتاح السفارة السودانية بعمان، وقلنا الإجابة 1976. بلغيس مبروك عليك، فزتي معنا بكيلو شرموط مقدم من الجالية السوداني. الله يدخل. لا شرموط ناشف جايبينه هدية من الجالية السودانية، أخوانا جايبينه من السودان. أحسن جايزة والله. أحسن جايزة. أي والله. لا لا عمال بقى تقالي أثر تقالي هيك بيل قالت عندها حاجات السودان، مدام عندها حاجات السودان نحن نديها بوتجاز تشيد لنا فوق التقالية دي. فازت ببوتجاز، مبروك على صفي قولها يا أخوانا، مبروك. نفتح العربية. مرحبا بكم، تواصل محطات معاكم في حلقتنا الليلة من العاصمة الأردنية عمان. نحن جوار المدرج الروماني، مجموعة من الجالية السودانية بينتظرونا، محطة جديدة وسؤال جديد نتابع مع بعض. مرحبا بكم، تواصل محطات معاكم في حلقتنا الليلة من العاصمة الأردنية عمان. نحن داخل المدرج الروماني، والمدرج الروماني ده إخواننا هو شيء أثري موجود من زمن الرومان في العاصمة عمان. بقى ملاذ يعني يجوا الأسر والعوائل في وقت الإجازات يرفهوا فيه. منطقة سياحية تقام فيها الحفلات لأنه فيها شكل مدرج جماهير بلما جماهير كلهم في شكل مسرح. فهذه مسألة يعني موجودة، حتى السودانيين بيجوا هنا. ونحن طالما إنه ليلة اليوم عطلة صادفنا مجموعة من السودانيين، قلنا نتونس معهم شوية ندردش معهم في محطتنا دي، سعيدنا بهم كثير. وش نتعرف عليكم؟ حسن أحمد عبد الله. حسن مرحب بك، من وين في السودان؟ أنا غرب كردفان. ياتو منطقة؟ منطقة لقاوة. لقاوة؟ نعم. طولت هنا؟ طولت. نعم. ليه كم؟ من 97. 97. نعم. يا أخوان أنا دار أقول للناس ال في السودان ما يتخيلوا إنه الأردن زي الناس بيجي علاجه بس، الأردن فيها جالية كبيرة جدا. وشوف من سنة 97 في ناس موجودين شغالين ومتواجدين هنا ومتزوجين، في ناس متزوجين أردنيات ولهم أطفال، وفي ناس أولادهم يلدون هنا. يعني ناس بتتخيلوا إنه دول مش الأردن ده مش العلاج. انا استاذ يوم جاي هنا قلت له ماشي الاردن، قال لي كفاره مالك. قلت له الله يكفر الله سيادتك، لكن ماشي للشغل. من 97. نعم. هسه هذا ولدي مولود ما شاف السودان، مولود هنا ده. ما شاء الله، ده ولده ما شاف في العراق. في العراق. ايوه. 96. 96. نعم. 97 جيتوا هنا. نعم. يعني جبتوا معاكم صغير. ايوه جبنا معنا صغير. ما شاء الله. هسه انا بخش الجامعه. اسمه منو؟ ايمن. ايمن يا هلا، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. الله يسلمك. الله يحييك. مشيت السودان قبل كده؟ ما شفتها ابدا. ولا مره؟ ولا مره. طيب اهلك بتعرفهم هنا؟ والله دائما بتصل معهم بالتليفون والانترنت. تعرفون تشات ولا ما تشات؟ والله ها تشات. تشات ما تشك تشات بتا تشات. قال لي تشك ما تشك تشات. قول تشات تشات. انا بس على السؤال اللي عارف الاجابه يحتفظ بها اخواني لحد ما الدور يجي. نحن دايرين الاسم الكامل
لأول رئيس لنادي الجالية السودانية. الاسم الكامل قد يكون عنده لقب أو قد يكون عنده اسم ساير عليه، لكن دارين اسمه بالكامل. عارفه منه؟ صلاح كرار. أول رئيس لنادي الجالية السودانية، ما للسفارة، لنادي الجالية. تجري الخيارات. تجري الخيارات. طيب نتمناك تبقى نتعرف عليه. عمر عبد الوهاب محمد. عمر ليك كم؟ أنا من 2000 درست في تركيا والآن في الأردن. يعني من وين في السودان؟ في السودان من درمان الثورة السابعة. السابعة. عارف أول رئيس لنادي الجالية السودانية من؟ والله يا أخي نسيته، بس لكن الدكتور مين حسن في دبي، بس ما نسيت اسمه والله. طيب كده أنا شو متذكر منه تعرف عليه. طيب محمد أحمد إدريس. الطيب محمد أحمد إدريس. الطيب مرحب بك. من وين في السودان؟ من أم درمان. أم درمان. أول رئيس لنادي الجالية السودانية؟ والله ما متأكد منه يعني. أرجى الخيارات إن شاء الله. طيب نأخذ إجابة نتعرف عليه. شرف الدين الطاهر السنوسي. مرحب بك. من وين في السودان؟ من المجلد. المجلد. ليك كم من؟ والله دخلت 2005. 2005. ما شاء الله، يعني ما قديم شديد يا جماعة. طيب أول رئيس لنادي الجالية السودانية منه؟ والله ما بعرف يعني، ما متوقع. 2005 لقيت منه؟ والله ما بعرف يعني، ما متذكر الأسماء. ما متذكر. طيب نأخذ إجابة نتعرف عليه. محمد عمر الضو. من وين في السودان؟ جنوب كردفان، العباسية تقلي. عباسية تقلي. مرحب بأنا ناس العباسية. أول رئيس لنادي الجالية السودانية بالأردن؟ والله لا ما أعتقد، سيف الدين أبارة. سيف الدين أبارة. أبارة. نأخذ إجابة منك التوفيق. نتعرف عليك. أيوب آدم خاطر نصر. أيوب آدم خاطر نصر. أيوب مرحب بك. من وين في السودان؟ أنا من ولاية الجزيرة قرية راس دبطاحين. مرحب بك. نحن سؤالنا أول رئيس لنادي الجالية السودانية بعمان؟ أنا ما أعتقد الدكتور علي إبراهيم. الدكتور علي إبراهيم. دكتور علي إبراهيم. نأخذ إجابة. تصل معاك ونتعرف عليه. أيمن حسن. أيمن. نحن تونسنا معاك ودردشنا معاك. أيوة. هسه أيمن. عارف أول رئيس لنادي الجالية السودانية بالأردن منو؟ دكتور علي. دكتور علي. علي منو؟ ما بعرف، بس دكتور علي. طيب نأخذ إجابة، نتمنى لك التوفيق. تعرف على سألناك أنت، تعرف عليه. حسين آدم أحمد. حسين من وين في السودان؟ من الأبيض. الأبيض. أول رئيس لنادي الجالية السودانية بالأردن؟ دكتور علي إبراهيم. دكتور علي إبراهيم. علي إبراهيم. تعرف عليه. حسين أحمد بكر. من وين؟ من الأبيض. الأبيض. طيب سألي ليك كم من؟ أنا طولت 97. 97. 97. 97. آسف. ما شاء الله. أول رئيس لنادي الجالية السودانية بعمان؟ اسمه الدكتور علي سليمان. دكتور علي سليمان. سليمان. نأخذ إجابة نتعرف عليه. آدم عبد الله النور. من وين؟ من الأبيض. الأبيض. أول رئيس لنادي الجالية السودانية بعمان؟ عبد الرحمن كردش. رحمن كردش. نأخذ إجابة نتعرف عليه. أسأل عبد المنعم حسين. منو؟ عبد المنعم حسين. عبد المنعم. من وين؟ شمال دارفور المليط. شمال دارفور. يا تو منطقة المليط. طيب أنا حسيدين ألاقي أول رئيس لنادي الجالية السودانية بعمان. صلاح دعاق. صلاح دعاق. طه دعاق. دعاق. صلاح دعاق. طيب نأخذ إجابة، أتمنى لك التوفيق. متواصل معك ونتعرف عليه. البراء عبد الرحمن عمر. البراء مرحب بك. لك كم هنا؟ 20 سنة تميت. والله هنا 20؟ 20 ما شاء الله تبارك الله. يديك العافية. انت تولدت هنا؟ تولدت هنا. ما شاء الله تبارك الله. تدرس فين؟ في الجامعة الأردنية هندسة ميكانيكية. هندسة ميكانيكية. قاعد تمشي السودان تجي؟ بمشي السودان وجاي. أصلا من وين في السودان؟ أصلا احنا من جبل أم علي. جبل أم علي شمال. من جبل أم علي. جبل ما جبل أم علي. شوف لحظة. من جبل أم علي. هم من جبل أم علي. والله العظيم وما لي ديال بيحلوا بعدك ولا واحد. والله يسيم الظريف. خلاص من جبل أم علي. طيب أول رئيس لنادي الجالية السوداني بعمان؟ إبراهيم نائل. إبراهيم نائل. إبراهيم نائل. إبراهيم نائل. طيب نأخذ إجابة، نتمنى لك التوفيق. طيب أنا سعيدين بقولنا نحن يا إخواننا قلنا أول رئيس لنادي الجالية السودانية بعمان هو منو؟ أول زول قال الإجابة الصح بيكسب معانا الجائزة. وطبعا يا إخواننا ما في زول قال الإجابة كاملة، لكن نحن أول زول قرب الإجابة حيكسب معانا. وطبعا أول رئيس لنادي الجالية السودانية بعمان هو كابتن نايل. وكابتن نايل هو كان كابتن طيران، وأصلا اسمه محمد إبراهيم نايل. أنت قلت إبراهيم نايل، هو اسمه محمد إبراهيم. كابتن محمد إبراهيم نايل هو كابتن طيران، واشتغل في الملكية الأردنية، طيران الملكية الأردنية، وكان كابتن طيار وكان رئيس لنادي الجالية السودانية في أول بدايتها. وهو قال إبراهيم نايل يعني جاب أبوه، طالما جاب لنا زول من ناس البيت ما قصر معنا. والله يعني إحنا من حالة ما تعصرنا لو مشوا الجيران كانوا وافقنا لو جاب لنا زول من الجيران، لكن كونه جاب لنا والد ذاته والد الكابتن دي يعني إحنا حاجة نحتز بها. إجابته إجابة صحيحة. صفقوا له صفقة حارة يا إخوانا.
مبروك عليك الجائزة مقدمة من غلة شروق من الجالية السودانية. نمشي العربية نشوف جائزة. طيب احنا سعيدين نبارك لأخونا البراء عادل. عادل منو؟ عبد الرحمن عمر. عادل عبد الرحمن عمر. وانا طبعا داري صغير روحي اقول ابن اخونا البراء، لو قلت ابننا معناه كبرت روحي، بالرغم انه ابوك ادري، لكن هو اخونا البراء. بنبارك له جائزة مقدمة من اخواننا في الجالية السودانية. مبروك عليك البراء. ونحن انت قلت هنا المدرج الروماني للمصارعة الرومانية. المصارعة الرومانية انت فزت معانا بلبسة بتاعت مصارعة، نحن نقدمها لك وتصارع ما تشاء يعني. قلبي عجبك تصارع يعني. نفتح العربية نشوف الجائزة. بسم الله. صفقة حارة لي يا اخوان، مبروك عليك. مرحبا بكم، تواصل محطات حلقتنا الليلة معاكم من مدينة عمان العاصمة الأردنية. نحن وصلنا منطقة سحاب، منطقة تابعة لعمان، فيها جالية سودانية كبيرة. حنلاقيهم نتونس معهم نطايبهم. محطة جديدة وسؤال جديد نتابع مع بعض. منطقة سحاب، ونلتقي بنساء سحاب ورجال سحاب والأسر السودانية اللي قابلونا بالحفاء والترحاب، ونحن سعيدين نلاقيهم. هو شي نتعرف عليك منه؟ حسن حسن عمر. حسنا حسنا مرحبا بك. من وين في السودان؟ انا من منطقه جنوب كردفان وساكن حاليا في شقله وسط. وسط جنوب كردفان يا منطقه دلاوه. دلاوه ليك كم هنا؟ لي 13 سنه. ما شاء الله تبارك والله، طولت. الله يسعدك يا رب. الله يديك العافيه. طيب سكنت في سحاب هنا؟ اول كنت ساكنه في عمان وهسه انتقلت الى سحاب. انتقلت الى سحاب. طيب انا داير اسال سؤال، مغر نادي الجالية السودانية لسه عندكم المبنى الظريف اللي شفناه ده، مغر نادي الجالية ده افتتحوا سنة كم؟ التاريخ كامل اليوم، شهر كم ويوم كم وسنة كم؟ قدر ما تقري قدرتك بتريحين. طبعا أسسوه عم يوم 13/9/2001. 13/9/2001. طيب ناخذ اجابه، نتمنى لك التوفيق. معانا هنا اخواتنا، اخواننا اردنيات متزوجينهم سودانيين، يعني عندنا خلطه اردنيه سودانيه برضه نرحبهم. اول شيء نتعرف عليك منو؟ خلود احمد. دقيقه، منو؟ خلود احمد. خلود مرحب بك، من الاردن هنا. مرحبا. طيب مرحب بك، متزوج سوداني؟ اي. من كم متزوج؟ صار لي 13 سنه. ما شاء الله تبارك الله. رحت على السودان؟ لا لسه. 13 ما رحت؟ لا ما مشينا. قال لك اللي تتم 20 ولا هنا؟ اي. زوجك من وين في السودان؟ من الحصحيصة. ما شاء الله طبعاً الجزيرة. آه. الحصحيصة. شوفوا النعمة دي حافظة، يعني دي لما تمشي من هنا ما داير أوصف، تركب العربية تقول الحصحيصة الجزيرة تمشي تلاقيها عالم. طيب ما شاء الله تبارك الله، يعني وكمية منكم أردنيين متزوجين سودانيين. عرفت شنو عن السودان؟ كل شيء. مثلاً عن محبتهم بعض، عن التواصل، يعني أشياء كثيرة حلوة، يعني شغلات حلوة كثيرة. عارفة دار الجالية السودانية؟ مشيتي دار الجالية؟ اي مشيت. عارفة افتتحوا سنة كم؟ لا والله ماني عارف. ما بعرف. طيب متواصلين معك نتعرف عليك؟ رائدة عيسى. مرحب بك. أردنية؟ أردنية. متزوجة سوداني؟ متزوجة سوداني. اسمه منو زوجي؟ اسمه عيسى عبد الكريم يونس. عيسى عبد الكريم. من وين في السودان؟ هو محميد نجعة. ها؟ محميد هو أصلا نجعة، ساكنين في جنينة أهله. طيب اتعلمت شنو عن السودان؟ والله اتعلمنا حاجات كثيرة، منها البخور والحاجات السودانية، الأكلات السودانية، الحنة. الحنة السودانية. التوب السوداني اللي لبستي؟ حصل لبسته. ما شاء الله تبارك. بتعرفي تلبسي يعني؟ بلبس كويس. طيب الرجل السوداني طيب؟ طيب جدا والله. ولو زعل طيب برضو؟ لا ما أكيد أكيد فيها كويس. عارفين ناسنا نحن، ناسنا ينقاموا كعوين خلاص، لكن طيبين وظريفين. ده رجال السوداني افتتحها سنة كم؟ بتوقع 1984. 1984. 84. تعرفي منو الاسم؟ عبلا عيسى. عبلا. عبلا عبد العزيز. عبلا عبد العزيز. مرحب بك. متزوجة منو من السودان؟ عبد. زوجك اسمه؟ عبد العزيز ابراهيم عبد الله. عبد العزيز ابراهيم عبد الله. المفروض طوال يكون اسمه عنتر. عنتر وعبلا. ولا انك تسمك عبلك ويسمه عنتر طوال.
من وين زوجك في السودان؟ من الخرطوم. عارفين ده رجال اللي عمل السنة كم؟ لا والله. تحسنة كم ما عارفين؟ لا ماني عارف. ما عارفين، خير إن شاء الله. مرحبا بك وتواصل معاك ونتعرف عليك. رزان أحمد. رزان مرحبا بك. وين من وين في السودان؟ من الجزيرة. جزيرة؟ الجزيرة ولا الجزيرة؟ جزيرة. جزيرة. يا تو منطقة؟ الحوش. الحوش. طيب دار النادي الجالي السوداني افتتحها سنة كم؟ كأنه بالألف وتسعمية وإشي بس مش متذكر. 900؟ 1900 وكان 84 أو 94. 84. نأخذ الجواب. تعرف عليه؟ نداء محمد. مرحبا بك. من وين في السودان؟ أنا مش من السودان، من الأردن. من وين في الأردن؟ من الزرقاء. من زوجي السوداني؟ أه. ما شاء الله. من وين زوجك؟ من الجزيرة. الجزيرة. يا سلام يا أخي. يعني ما من إم بي سي؟ لا. من الجزيرة. من الجزيرة. اسمه منو؟ أحمد. أحمد. منطقته اسمها شنو؟ الحوش. الحوش ما شاء الله. دي بتجي. أيوة. ما شاء الله تبارك الله. متعرف عليك؟ ماجد أحمد محمد. ماجد من وين في السودان؟ من الهوارة، منطقة أم درمان. مرحب حبابي. طولتين؟ 8 سنين. والله ما هين الثمانية سنة. والله ما هين غربة. غربة والله. دار نادي جالي السودان افتتحه سنة كم؟ 25 مايو 2001. 2001. 25 مايو 2001. تعرف عليه؟ فاطمة جمعة الإمام من ولاية شرق دارفور الضعين. الضعين. أنتوا ناس التجارة هناك صح؟ أي ناس التجارة. الوارد بيشحن هناك يقول لك ماشيين الضعين جايين من الضعين. طولت هنا؟ 10 سنين. ما هينا. والله غربة ما هينا 10 سنة. عارفة دار الجالية السودانية نادي الجالية افتتحوا سنة كم؟ هي افتتاحين في زمان واحد جديد. الجديد 2014 والزمان 1999. تعرف عليه؟ مدينة عايشة الشحات من خرطوم جبل أولياء. جبل أولياء ما شاء الله تبارك. ليه كم هنا؟ 5 سنين. 5. هاي لقيت السمك ولا ما لقيت؟ لقيته. الحمد لله. زي سمككم؟ لا لا ما زي سمك. ما زي سمككم. طيب سؤالنا، افتتاح دار الرجال السوداني كان سنة كم؟ 1999. جاء النادي القديم والجديد 2014. جديد 2014. تعرف عليه؟ وداد مرغن الحسن. وداد مرحبا بك. من وين في السودان؟ النيل الأبيض. وين النيل الأبيض؟ الدويه منطقة. الدبيب منطقة الدبيبة شرق الدويه. مرحبا بك. اللي طولت إيني؟ لا سنة. سنة. انت جاي من هناك لقيت جبنه وفسيخ ولا ملقى؟ لا لا ما في. ما القديري؟ ما في والله. الجماعه ما بجيبوا لك الفسيخ من هناك فسيخ قديم استمع هذا؟ لا لا بجيبوه. الله يديك العافيه. ان احنا سعيدين بيك وسعيدين بأهلنا في النيل الابيض، دائما رافعين راسنا حيث ما وجدناهم، هم رموز يعني. سؤال، افتتاح دار الرجال السوداني نادي الرجال السوداني كان سنه كم؟ شهر 5 1999. 1999. تعرف عليه؟ خالد اسماعيل عثمان من عشر العقلين. مرحب بك. طولتي؟ والله 8 سنة. 8 سنة ما شاء الله. افتتاح نادي الجالي السوداني كان سنة كم؟ 2014. 2014. ناخذ اجابة نتعرف عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا زهرة مامن. من وين في السودان؟ من عسلايا. عسلايا ما شاء الله تبارك الله. هذا دار الجالي السوداني افتتحوا سنة كم؟ 2014. 2014. نتعرف عليك. حياة محمد آدم. حياة من وين في السودان؟ من الصحافة. صحافة مرحبا بك. افتتاح نادي دار الرجال السوداني كان سنة كم؟ والله 1914. 14. 2014. ناخذ إجابة من التوفيق. مرحبا بك وتواصلين معاكم نتعرف عليه. أنوار حسن. أنوار مرحبا بك. من وين في السودان؟ من أم درمان. أم درمان. أنوار افتتاح دار الرجال السودانية نادي دار الرجال السوداني كان سنة كم؟ تقريبا 2014 شهر 4. شهر 4. تعرف عليه؟ حرم البحر علي شمال كردفان. من وين في السودان؟ شمال كردفان الأبيض. الأبيض مرحبا بك. أنا ناصر الأبيض. افتتاح دار نادي دار رجال السودان كان سنة كم؟ 2000. دي منو قلتي؟ حرم البحر علي. حرم من شمال كردفان الأبيض. صفقة حارة لحرم دي يا إخواني. بنبارك لحرم الجائزة مقدمة من الجالية السودانية وعبر قناة الشروق نمشي العربي نشوف جائزة. بنبارك لأخوتنا حرم. أسألنا سؤال عن افتتاح نادي دار الجالية السودانية وقلنا 25 مايو 2000 وإجابتها إجابة صحيحة، فازت معنا بجائزة مقدمة من الجالية السودانية. الجائزة بتاعتك حرم هي عبارة عن كيس بتاع كول. ما انت قلت من الأبيض صح؟ من كردفان. مش تهي الكول صح؟ لا ما باكل لك الكول. انا ما باكل لك الكول والله. ليه ما تولدت في كردفان؟ باكل في كردفان بس ما باكل. يعني هسه نرجعها نبدلها بميرس خلاص. نبدلها بتبلدي ولا الميرس بس تبلدي. تبلدي ممكن. خلاص يا اخوانا نحن نفتح ندات تبلدي.
نجيب لك جواز بلدي كده من جواز حقات دي. مبروك على مبروك. سؤال للجميع، العلم السوداني والعلم الأردني متشابهات في غالبا مرات في الشكل، في شبه كبير وفي الألوان. نحن دايرين الألوان المشتركة ما بين العلم الأردني والعلم السوداني، تعرفين شنو الألوان المشتركة؟ نعم، الألوان المشتركة الأخضر الأخضر والأحمر، هذه الألوان المشتركة. طيب ناخذ إجابة نتعرف عليه. عبد العزيز إبراهيم عبد الله. عبد العزيز من وين في السودان؟ من الفاشر. الفاشر، الألوان المشتركة. الألوان المشتركة الأحمر والأبيض والأسود، هذه الألوان المشتركة في السودان. الأحمر والأبيض والأسود. الأسود نعم. طيب ناخذ إجابة نتعرف عليه. ربيع محمد بلة. ربيع. الألوان المشتركة. الألوان المشتركة بين العالمين. بين العالمين الألوان المشتركة ولا الفاصل بيناتهم شو المهم؟ لا، الألوان المشتركة بين العالمين. طيب الأحمر والأخضر والأسود. والأسود. تعرف عليه. رجب أحمد بحر. من وين في السودان؟ من الجزيرة بعدارة. الألوان المشتركة. أسود والأحمر والأخضر. الأسود والأحمر والأخضر، نتعرف عليه. عبد الكريم حمدان. الكريم، الألوان المشتركة. الأبيض والأسود. الأبيض والأسود، نتعرف عليه. مرحب، حامد محمد إسماعيل. حامد، الألوان المشتركة. أبيض أسود أحمر أبيض. أبيض أبيض أحمر أسود. أبيض أحمر وأسود. أيوه. خذ إجابة نتعرف عليه. قصي التاج عمر البشير، شرق النيل، عد بابكر. شرق النيل، عد بابكر. لا، ليش اسمك منه؟ قصي التاج عمر البشير. قصي التاج منه؟ عمر البشير. مرة واحدة. الله يجزيه الزول كده. لقى السهل والنجيل والخضرة دي يرمي ساي. قصي منه؟ التاج عمر البشير. شو النعمة دي؟ طيب ما رحنا ديك الجايزة أنت كده. قصي مرحبا بك، من وين يا قصي؟ عد بابكر، شرق النيل. عد بابكر. بطاحين. بطاحين ما شاء الله تبارك. هنا في زعية اللي قلت البيل هنا. لا، ما في البيل. في فيها البيل وفي زعية وفي كل اللي قلت له أنا اللي بيل هنا. أكيد. الحمد لله. طيب الألوان المشتركة بين العالمين. الأحمر والأسود والأخضر. الأحمر والأسود والأخضر. عرب عليه. أردني ملاحي زايد. منو؟ ملاحي. ملاح. من وين في السودان؟ لا، أنا أردني. 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 ما شاء الله ملاحي زيك يا. إن شاء الله. طيب من وين في الأردن؟ أنا من صحاب. صحابي. مرحبا بك. وعلاقتك شنو بالناس دي؟ انا كلهم اخواني سيدي. يا اخي جيران هنا. جيران واخوان واهل. لا، ونسيب كمان. ونسيبا. متزوج سوداني؟ لا، بنت. يا اخي يا والله ما شاء الله. ده هو المتزوج. يا سلام، والله ما شاء الله. ده نسيبك. الله يخليك. ديل البطاحين هناك في السودان. اول شيء اهله ديل عنده نبل كثيره هناك. الزول ده شفته عشان ما يغش يقول لكم الظروف تعبانه والظروف ما تمام. تكونوا عارفين الحاصل. عندهم سعيه ضان وعندهم ابغار. تمشي من هنا بيتك وتجيه ولا حاجات تمام هنا. الله يخليك. اي بيقول لكم ما عندنا ويشربوا لبن النبل دي وبياكلوا الشيه. طيب مرحبا بك والله. وجيرانك السودانيين طولت؟ رحت السودان؟ لا والله ما رحت. ان شاء الله بنروح. اه جماعه دي ما اكلوا لك العصيده؟ لا ان شاء الله. لا اكلت ما عندهم عصيده. اكلت كسر. اكلت ولا حمر جيك؟ اكلت الكذا اللي فوق. ما شاء الله قدرت عليهم يعني. لا كلهم اكلنا. ها ونفس بيت اكلت. هذا الزول ده صديق بيكون لا لا كوش سوداني لكن عامل فيها ما سودان. كمونية اكلتها؟ اكلت. هذا انت من الجزيره زي الحال يعني. ان شاء الله طيب الله يسلمك. هذا انت مننا تبغى ازول اكل الكمونية وكل نفس بفضلك شنو تعني؟ كل شيء. كل شيء الحمد لله. الا روح السودان عندهم ان شاء الله. يا اخي ربنا يجيبك. الله يديك الصحه والعافيه. الالوان المشتركه بين العالمين. الاخضر والاسود والاحمر. اخضر واسود واحمر. خذ لي انا اتعرف عليك. الخير فضل الله فضل المولى. من وين في السودان؟ ولاية الجزيرة. الألوان المشتركة. أخضر أسود أحمر. أخضر أسود أحمر، نتعرف عليه. عثمان فضل المولى محمد. حلو. من ولاية الشرق دارفور الضعين عسلاه. ضعين. الألوان المشتركة. أبيض وأسود. أبيض وأسود. نأخذ إجابة. واصلين معكم نتعرف عليه. محمد عبد الله كبير تريابا. من وين؟ من نيالة. نيالة. مرحبا. سوق الجنين. ايوه. ومرين. هاي الشطة والشيه والدقة. يا سلام. طولت من نيالة؟ طولت. يا ليك كم؟ يعني كم من يعني 25 سنة بس. أنا هذا اللي تبنجوا. 25 من يشوفها بسيطة. 25 سنة. لا والله والله ما شاء الله. طيب الألوان المشتركة بين العالمين. الأحمر والأخضر والأبيض ما عدا النجمة. ده عنده نجمة وداك ما عنده نجمة. ثلاثة ألوان مشتركة. أربعة. اللي هما شنو؟ ما الأخضر والأبيض والأحمر والأخضر.
الاخضر مرتين فوق خضرين. هاي خضر قلت لك من راحه. قول ثاني عين. اخضر ابيض احمر اسود. الالوان المشتركه بين العالمين الاخضر والاحمر والابيض والاسود. والاسود نتعرف عليه. محمود قسم الله فرج الله. الالوان المشتركه الاحمر والاخضر والاسود والابيض. الاجابه نتعرف عليه. عمر محمد جماع. الالوان المشتركه كل الالوان مشتركه ادى الاختلاف في التشكيل فقط. لطيف معك نتعرف عليه. الله يبارك فيك الله يحفظ. جمال عمر عبد الصادق من دنقل الشماليه. ارجو. طيب الالوان المشتركه بين العالمين بس الاحمر والاخضر المثلث بس. بس المثلث بس هو الاختلاف. كل الالوان واحد. كل الالوان واحد. طيب ناخذ اجابه. انت منو؟ محمد عبد الله كبير. محمد يا اخواننا محمد ده اول زول قال الاربع الوان. الاختلاف يا اخواننا التشابه بين الالوان بين العالم الاردني والعلم السوداني هي الأربع ألوان كلها مشابهة الأسود والأبيض والأحمر والأخضر زي ما قالوا أمامنا الاختلاف في المثلث عندنا في السودان أخضر وعندهم أحمر وهنا موجودة في نجمة مرات نحن بتكون في صقر الجدام بتكون في وسط العلم فذا تشابه كبير جدا حتى في الشكل الهندسي بالشابه مع الألوان مختلفة في التوزيع بس انت أول زوج قال يا صح نصفق لي صفقة حارة يا أخوانا نمشي العربي نديك الجائزة. طيب انا سعيدين باخونا محمد عبد الله يا اخوان الفائز معنا في محطتنا دي من ابناء نيالة البحيرة الغربة الجبيلة انا سعيدين نلاقي اهلنا في كردفان كمان في عمان هنا وفي سحاب بالذات وسألنا سؤالنا الالوان المشتركة ما بين العلم السوداني والعلم الاردني لقينا الالوان كلها الاربعة مشتركة الاسود والابيض والاحمر والاخضر مع اختلاف المثلث عندنا اخضر وعند الاردنيين هو اللون الاحمر مع وجود نجمة في العلم الاردني نحن بنبارك لك جائزة مقدمة من أخوانا في الجالية السودانية عبارة عن كيلو لحم من موقف الجنينة معه مرين أيوة شطة ومرين جبنا لك حسب البلد يعني أيوة عشان نذكرك الجنينة نحن حجبنا حاجات الجنينة أيوة ها جاهز جاهز مغسل إيدك جاهز نطول الصحة بسم الله نفتح الأرض شكرا صبح حارة بنقول شكرا لأسرة الجالية السودانية بالمملكة الأردنية الهاشمية بعمان قدموا لنا الدعوة ودعونا إنه نجي نحتفل معهم بعياد الاستغلال وزي ما قلت في بداية الحلقة يعني أخرت جيتنا الطقس والأجواء كانت باردة جدا وجود الجليد نقول شكرا لأسرة السفارة السودانية بالمملكة الأردنية الهاشمية وشكر خاص جدا جدا لأسرة مستشفى ابن الهيثم اللي تكفلوا ويتبروا بكل نفقات هذه الحلقة وشكر أجزله للجالية السودانية الشاركون كلهم نساء ورجال وأطفال نتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بحلقتنا الليلة من العاصمة الأردنية عمان حتى الحلقة الجاية بترككم في أمان الله ورعايته بقول لكم دمتم في أمان الله.